السلام عليكم، انا اسمي ايمن، مشترك في نادي العلوم كاليستو بمركز ثقافي المرسى. اليوم عندنا تجربه اسمها البالون المقص. استعملوهم عندنا مقص، مشبكه، قصه عشر، وشريط لاصق، وبالون بلاستيكي وخيط. نبداو بالطريقه. اولا نجيبو كرسيين نربطوهم بخيط، هاو ديك الخيط. ثانيا ندخلو قشره العصير في هذاك الخيط. شوفوا رانا دخلنا قشة العصير في الخيط. ثانيا دوكا حنفخو بالبول. انا نفخنا البنبولة وضبطناها بمشبك بالسلك الحوايج، اي مشبك يقدر يتحرك. دوكا دي كيما كتبو حنقصو شوية شريط لاصق باش نلصقو بالون في قشة العصير. من المراحل تاعنا دوكا نطلقو المشبك ونشوفو الحيط. سؤال مطروح في هذه التجربة، لماذا البنبولة دنات للور؟ البنبولة دنات للور باسكو كان فيها هواء مضغوط. كيف فتحنا المساك هذاك الهواء حب يخرج، خرج طاطم الهواء الطلق، لذلك دنات للور بالجهة المعاكسة تاعو. وهكذا نكونو كملنا الحصة تاع اليوم. ما تنسوش تشتركوا في القناة. والسلام.